اللي معايا في هذه اللحظات الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. كابتن طارق بقول لك مبروك المكسب في التوقيت الحالي، لكن محتاجين في الفتره الحاليه نطمن على حاله محمد الشناوي وايضا حاله اكرامي في ظل ان انت عندك مباراه مهمه جدا او مباراتين مهمين خلال 10 ايام، مباراه السوبر وقبلها مباراه الزمالك. والله الحمد لله محمد، النهارده بقول الحمد لله على الاداء والحمد لله على النتيجه. مباراه مهمه مع فرقه برضه وعملت نتائج ايجابيه جدا مع الفرق الكبيره زي المقاصه وزي المصري، لحد اخر مباراه كانت كسبانه 2-1 وخسرت 3-2، متعادله مع انبي 1-1. ففرقه بتلعب كوره وبتلعب كوره هجوميه، وشفنا الفرقه يعني مش ما بتخافش، بالعكس بتلعب كوره هجوميه وبتهاجم بشكل كبير وضيعت فرص شوط ثاني والنتيجه 2-0. فهو الحمد لله على المكسب النهارده وان شاء الله اللي جاي بافضل. يعني عندنا زي ما انت قلت كده عندنا الزمالك ان شاء الله المباراه اللي جايه، وبعدها مسافرين عشان مباراه السوبر، فمرحله صعبه ومرحله مهمه جدا، محتاجين كل اللعيبه. بالنسبه طبعا للشناوي والشريف، شريف اول تمرين اتمرن النهارده بعد فتره كبيره، طبعا كان خد حقنه وكان رايح 4 ايام، كان عنده كعب رجله كده كان بيشتكي منه، فعنده التهابات يعني بالنسبه للشريف يعني. فكان اول تمرين النهارده اتمرن معايا وان شاء الله يبقى موجود معانا الفتره اللي جايه. الشناوي طبعا احنا اتفضلنا انه يريح لانه حاسس باجهاد كده في شوطه كده في اخر الشوط الاول، هو بيشوط ضربه المرمى فاشتكى كده من الضمه، الاصابه القديمه يعني، الاصابه القديمه اللي هي كان اخر مره تعرض ليها اصابه يعني. احنا فضلنا انه ما يكملش عشان برضه يبقى موجود معانا، فان شاء الله هيعمل بكره ريكفري. الدكتور طمنا ان مفيش حاجه خالص يعني، بس احنا فضلنا انه هو يريح افضل يعني. بالنسبه لاحمد عادل بيشارك دايما في ظروف صعبه ودايما بيبقى بعيد عن المباريات وبيرجع بشكل كويس جدا. احمد عادل يعني ولد نفسيه محترمه جدا، مؤدب، بيتمرن بشكل كويس قوي، ودايما لما بتحتاجه بتلاقيه يعني. جمهور الاهلي ممكن من هنا لغايه مباراه الزمالك هيكون قلقان ما بين اصابه اكرامي القديمه اللي بقاله كم فتره بعيد جدا، بتتكلم في حوالي اكتر من 2 3 اسابيع، شناوي اصابته كمان هتبقى لسه مش واضحه المعالم خلال مباراه الزمالك. ممكن تصعد حارس رابع يكون معاك خلال مباراه الزمالك، ولا عندك ثقه ان الاثنين كمان هيلحقوا ان شاء الله شريف اكرامي والشناوي مباراه الزمالك؟ يا محمد احنا معانا حارس مرمى بيتمرن معانا، رمضان مصطفى بيتمرن معانا بقاله اكتر من شهر، الفتره اللي شريف اكرامي بعيد فيها دي كلها رمضان معانا، وان شاء الله غالبا هيبقى في مباراه يوم الخميس هيشارك فيها الناس اللي ما بتلعبش، وان شاء الله ممكن رمضان ياخد منه جزء في المباراه دي يعني عشان برضه يبقى له وجود يعني. عندنا وقت، انما الشناوي سليم الحمد لله ما فيش حاجه خالص يعني. الدكتور طمنا ان هو اجهاد بس في العضله الضمه، وفضلنا انه يريح يعني عشان برضه ايه ما يحصل الاجهاد ده ما يبقاش يوصل لشد ويوصل بعد كده، ففضلنا ان الشناوي يريح. انما الحمد لله بقول لك شريف نزل النهارده، من بكره ان شاء الله شريف معانا في التمرين، وان شاء الله الشناوي معانا في التمرين من يوم الخميس. طبعا كل الناس اللي لعبت النهارده غالبا هتريح بكره يعني. سؤال اخير ومتعلق بمباراه القمه من الزمالك والاهلي، سبق ليه وحضرتك في الجهاز الفني اخر 5 6 سنوات كانت مباريات كبيره، شايف مباراه الزمالك ازاي كابتن طارق والاستعداد ليها كمان في المرحله القادمه؟ بص، مباراه الزمالك طبعا مباراه مهمه ومباراه كبيره زي ما انت قلت كده، وديربي الوطن العربي ودايما الناس يعني بيبقى في لها نسبه مشاهده ونسبه اهتمام كبيره جدا جدا. فطبعا وحكم ان احنا كمان بننافس على الدوري، الاسماعيلي بينافس على الدوري، الزمالك ايضا بينافس على الدوري، فمباراة مش سهله يعني. ولكن زي ما بقول لك كده بالاستعداد طبعا بيبقى تركيز عالي جدا جدا الفتره اللي جايه، اللعبه كلها ان شاء الله تبقى متواجده في المباراه اللي جايه ديت. وزي ما بقول لك هي 3 بونت يعني، مباراه 3 بونت، ولكن طبعا الاهتمام الاعلامي والجماهيري بياخد شكل اكبر شويه. طبعا مباراه زي ما قلت لك مباراه مهمه يعني، ولكن ان شاء الله باذن الله المباراه دي ان شاء الله تخلينا اول الدوري باذن الله ان شاء الله. حاجه انت ممكن تعمل لما كده اجتماعيه للحراس معاك على عزومه غدا او عشاء خلال الفتره الجايه؟ انا عارف كابتن طارق تبقى حريص قوي على الجزء النفسي ده قبل المباراه الكبيره زي مباراه الزمالك، في الكواليس ممكن ده يحصل ولا هيبقى في منزل مين طيب؟ بص احنا الحاجات دي طبعا انا اخ اكبر ليهم يعني، دايما الحراس بيتعامل معاهم ان انا اخ اكبر ليهم، والحمد لله العلاقه بيننا محترمه جدا يعني، الحمد لله ما بيحصلش مشاكل خالص يعني، بقالنا الحمد لله 6 سنين مع الحراس، الحمد لله ما فيش مشاكل الحمد لله يعني. حتى في موضوع اللعب وعدم اللعب ده بيبقى الناس بتتقبل بشكل كويس يعني، ما فيش اي مشاكل خالص الحمد لله. واحنا بنقعد مع بعض كتير يعني، سواء بقى باكل او من غير اكل او كده، بنقعد مع بعض وبنتكلم، وده يمكن اخيرا الفتره اللي فاتت ديت بقعد مع الشريف دايما، مطمن على الشريف دايما، شريف كان بعيد الفتره اللي فاتت ديت. عايز اقول ان الشريف ده يعني عمل كبير كتير للنادي الاهلي، وكان له تواجد بشكل كبير جدا في بطولات كتير للنادي الاهلي، فمش معنى ان شريف في سوء توفيق للفريق بشكل عام مش لشريف لوحده، ان لا بالعكس شريف جول كبير وجول بقى له اساسي اكتر من 6 سنين في النادي الاهلي، عمل تاريخ كبير وان شاء الله يرجع تاني، ومنافسه بينهم الثلاثه يعني دي بالعكس دي حاجه تبسطنا ما تزعلناش يعني. كابتن طارق في القادم واللي جاي احسن ان شاء الله.